أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار سياسي. حلقة اليوم عن الموصل وإعلان تحريرها من قبل حكومة بغداد، لكن عن أي تحرير يتكلم العبادي وأي تحرير هذا تلفه رائحة الموت في كل مكان من مدينة الموصل. اليوم الموصل مدمرة، لا يوجد فيها بناء، وأصبحت المدينة مقفرة نتيجة استهدافها بطريقة همجية وعشوائية لم تفرق بين هدف عسكري أو مدني. هل بالفعل الموصل تحررت أم أنها تدمرت؟ هل انتهى تنظيم الدولة بعد هذا الإعلان؟ طيب ماذا عن التفجيرات التي تحصل في الموصل وباقي المناطق؟ عندما يقول العبادي إننا انتصرنا على الإرهاب، هذا يعني أن الإرهاب قد انتهى في العراق، لكن كيف ستكون ردة فعله وردة فعل الشعب العراقي إذا ما حصل تفجير ما حصد من أرواح الأبرياء الكثير وخرج التنظيم في بيان يتبنى ذلك التفجير؟ الموصل اليوم تحررت عند حكومة لم تلقي بالا لأهلها، لكن ما هي طبيعة هذا التحرير وما تداعياته؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة تابعوا معنا هذا التقرير. سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها القوات الحكومية وقوات التحالف الدولي في مدينة الموصل رغم وجود مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المدينة تسببت بسقوط آلاف القتلى، فضلا عن الدمار الهائل للبنى التحتية والمنازل في الموصل. عشرات الجثث لمدنيين ما زالت تحت أنقاض المنازل المهدمة في المدينة القديمة بالجانب الأيمن للموصل. هذا ما كشف عنه عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، الذي عزى بقاء هذه الجثث حتى الآن تحت الأنقاض إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه فرق الدفاع المدني. العبار قال أيضا أن حجم الدمار الهائل جراء العمليات العسكرية في المدينة القديمة في الموصل أعاق الوصول إلى تلك الجثث، فضلا عن قلة المعدات والآليات المشاركة بعمليات الإنقاذ والانتشال. صحيفة بابليكو الإسبانية أكدت أن ما يقارب من نصف سكان الموصل أضحوا بلا مأوى نتيجة الحرب، كما أن حجم الدمار الكبير فاجأ حتى الجنود الأمريكيين المشاركين في حرب الموصل، فيما اتهمت الجيش الأمريكي بفتح ما سمت أبواب الجحيم في المنطقة التي لم يتمكن أحد حتى الآن من إغلاقها منذ احتلال العراق في العام 2003. ووفق تقارير المنظمات الدولية المعنية بحرب الموصل، فإن حجم الدمار الكبير تسبب بكارثة كبيرة للمدينة وسكانها، فيما أوضحت تلك المنظمات في تقاريرها أن هناك أوبئة وأمراض عديدة ستنتشر في المدينة نتيجة الإبقاء على مئات الجثث في الشوارع وتحت الأنقاض والتي لم يتم انتشالها ودفنها حتى الآن، ما ينذر بكارثة بيئية في حال الاستمرار بالتقاعس عن بذل مزيد من الجهود لإنقاذ المدينة وأهلها من هذه الكارثة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في البدء دعوني أرحب بضيفي معي داخل الاستوديو، رئيس تحرير صحيفة موقع وجهات نظر السيد مصطفى كامل، حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأيضا سيكون معنا عبر سكايب من سويسرا المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الأستاذ ناجي حرج. أهلا ومرحبا بك أستاذ ناجي. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك أستاذ مصطفى، بداية كيف تعلقون على حرب الموصل وعلى مجريات الحرب هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المعركة التي دامت لنحو 9 أشهر أسفرت عن تدمير تام للمدينة، تدمير كامل بنسبة 100% لقلب المدينة التاريخية وبكل معالمها الأثرية المعروفة، تدمير نحو 70-80% في الأطراف، قتل لآلاف المدنيين، ما تزال الأعداد غير واضحة لأن غير منتهية، لأن المعارك ما تزال مستمرة من جهة، ولأن عمليات رفع الأنقاض لم تنتهي بعد حتى الآن. إذن العملية عبارة عن تدمير كامل للمدينة، هذه هي المعركة بشكل حقيقي. هذه المعركة أسفرت عن مدينة مدمرة بالكامل كما قلنا، وأشبه بمدينة ستالينغراد، أشبه ببرلين بعد الحرب العالمية الثانية. أستاذ ناجي، اليوم في الموصل الكثير من الانتهاكات، كيف تنظرون لهذه الانتهاكات؟ الحقيقة أن الانتهاكات التي ارتكبت في الموصل من الصعب جدا إحصائها الآن. لقد تم انتهاك كل القوانين والأعراف. أولا انتهاك قوانين الحرب، القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي لحقوق الإنسان،
كل هذا الذي أشرنا إليه في تقارير عديدة وأشارت إليه منظمات كثيرة يمثل في مجمله جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات العراقية وقوات التحالف وطبعا الميليشيات التي كانت تشترك في المعارك، وقسم منها كان يشترك تحت غطاء الشرطة الاتحادية. لذلك يعني القول أن الانتصار في الموصل قد تم، يعني أعتقد هو قول واهن جدا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حجم الانتهاكات التي ارتكبت. نحن نتحدث هنا عن عشرات الآلاف من القتلى بين صفوف المدنيين، فضلا عن إعدام كبير للجرحى، وطبعا المعاناة الإنسانية المستمرة لأكثر من 2 مليون نازح من الموصل تحديدا، من محافظة نينوى ومدينة الموصل. فهذه كلها طبعا انتهاكات كبيرة حقيقة تغطي على أي كلام بالنصر. أستاذ مصطفى، خرج العبادي وأعلن النصر، عن أي نصر يتكلم حيدر العبادي؟ النصر الذي يتحدث أو تحدث عنه العبادي وكل أركان نظامه وكل المطبلين والمصفقين لما حدث، هو أشبه بأن يخرج الطبيب من غرفة العمليات الجراحية ليقول مبروك، العملية الجراحية نجحت ولكن المريض مات. الذي جرى كما تفضل زميلي الأستاذ ناجي حرج من جنيف أسفرت عن انتهاكات هائلة في حقوق الإنسان، تدمير كما قلنا للبنية التحتية بالكامل، تدمير للمدينة، جعلها غير قابلة للحياة، نزوح وتهجير أكثر من 1 مليون شخص من المدينة، تدمير كل المعالم الأثرية والتاريخية في المدينة وفي عموم المحافظة، ليس في الموصل فقط كمدينة ولكن في عموم محافظة نينوى. وبالتالي أيضا المعارك لم تحسم حتى من الناحية العسكرية. أن هو يتحدث عن نصر، النصر يحصل ويعلن عندما تنتهي المعارك بشكل واضح وفق أسس يعني يتعارف عليها العسكريون في علم المعارك الحربية. لكن ما نجده الآن هو عملية تدمير هائلة بكل مناحي أو بكل تفاصيل هذه الكلمة وبكل معانيها. فبالتالي يعني عن أي نصر يتحدث العبادي أو الجهات الأخرى التي تحدث يعني تسوغ لهذا النصر وتتحدث عنه؟ يعني هنا يجب أن نتحدث عن مسألة بالغة الأهمية، أن هذا التدمير كان مقصودا منذ البداية. أنتم تذكرون ويذكر المشاهد الكريم أن رئيس ميليشيا عصائب أهل الحق على سبيل المثال قيس الخزعلي تحدث قبل الدخول في معركة الموصل، قبل المباشرة بالمعركة، تحدث أنه سيجري الانتقام من هذه المدينة، لأن سيجري الانتقام من قتلة سيدنا الحسين. وبالتالي الانتقام هذا الطائفي التحريضي الذي حظيت به هذه المدينة كما يقال تم التخطيط له مسبقا، يعني هذه ليست نتيجة من نتائج المعركة جرى وقوعها بشكل غير مقصود، وإنما هو تدمير كامل للمدينة وقتل لأهلها وجعلها غير قابلة للحياة وتهجير سكانها. هذا أمر مقصود وليس حادث عرضي لمعركة ما. نعم أستاذ ناجي، يعني ما يقوله الآن أستاذ مصطفى أن هناك تخطيط مسبق لما حصل في مدينة الموصل بتدميرها بهذا الشكل الكبير. أنتم سيكون لكم تقرير يصدر من مركز جنيف الدولي للعدالة حول هذا الأمر وعن هجمة همجية لتدمير المدينة وإبادتها. هل بالفعل هي الطريقة الوحيدة أو الهدف الوحيد لهذه المعركة هو إبادة مدينة الموصل؟ للأسف الشديد كان يجب على الحكومة العراقية وقواتها وقوات التحالف اتباع قواعد وقوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني لكي تنأى بنفسها عن الاتهام بأنها قامت بتدمير متعمد للمدينة. ولذلك نحن عندما نستخلص مثل هذا الرأي ونثبته في رسائل وتقارير إلى الأمم المتحدة
فنحن نستعرض كل المخالفات التي تمت لهذه القوانين. يعني من المسائل الرئيسة، يعني أولا نؤكد هنالك مشروعية كبيرة في التخلص من داعش، هنالك مشروعية في محاربة الإرهاب، لكن كيف يجب أن تتم ذلك؟ يعني هل تتم بإبادة المدن؟ هل تتم بتهجير كل هذا العدد من الناس؟ الخبراء الأمريكيون العسكريون الأمريكيون تحدثوا في بداية هذا العام أن عدد كل عناصر داعش في العراق لا يفوق 7000 عنصر، وقالوا أن هنالك ما يقرب من 2000 عنصر منهم في الموصل. ولنفترض أن الرقم في الموصل قد تصاعد بعد ذلك، فكان يجب وفقا للقانون الدولي أن يكون هنالك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب بين الهدف المشروع الذي هو إخراج داعش من المدينة وبين المدنيين الموجودين فيها. وعندما تدرس أي قيادة عسكرية أن هنا، وطبعا في الحرب بالتأكيد ستحدث هنالك إصابات بين المدنيين حتى لو تم استهداف الأهداف العسكرية، وهذا الذي يسمى في القانون الكولاترال دامج. لكن عندما ترى القيادة العسكرية أن هنالك إصابات كبيرة جدا ستحدث بين صفوف المدنيين، فيتوجب عليها إلغاء الهجوم والتفكير بطريقة جديدة بحيث تحفظ حياة المدنيين. نعم. وهذا لم يحصل. نعم أستاذ مصطفى، يعني هل بالفعل انتصرت القوات العراقية على تنظيم الدولة؟ ماذا عن المعركة التي ما زالت تدور في المناطق المتفرقة في العراق؟ هناك بعض المعارك ما زالت تدور إلى الآن. كما تفضل الأستاذ ناجي، هو مشروعية إخراج هذا التنظيم الإرهابي من المدن العراقية التي استولى عليها، واستولى عليها كما يعرف الجميع بتآمر واضح على هذه المدن. كانت هناك حركة اعتصامات، شهد العالم جميعا سلميتها وانضباطها الكامل، وتم الزج بالعناصر الإرهابية في هذه المدن لأجل تخريبها والقضاء على ثورة أبناء هذه المدن المطالبين بحقوقهم أولا. وبالتالي يعني نحن مع ضرورة تخليص المواطنين من هذه المدن، لكن من هذا التنظيم الإرهابي الذي احتل هذه المدن. لكن ما يزال لحد الآن تل عفر، الحويجة، مدن غرب العراق، معارك في جنوب الموصل مثل منطقة الإمام غربي، قرية الإمام غربي 70 كيلومتر تقريبا جنوب الموصل، ما تزال المعارك فيها مستمرة. أنا لا أريد أن أتدخل في الشأن العسكري، لأن هذا التحليل العسكري من شأن السادة العسكريين والمتخصصين في العلوم العسكرية. ولكن بالتأكيد ولكن بالتأكيد المعارك لم تنتهي حتى الآن، حتى يعلن العبادي هذا النصر، إلا إذا كان المقصود هو رمزية الموصل باعتبار أنه تم إعلان دولة الخلافة كما يسميها التنظيم من هذه المدينة. ولكن مع ذلك رغم رمزية الموصل، الحقيقة هو المقصود بالنصر بين قوسين، النصر الذي حققوه هو عملية إبادة هذه المدينة وتدميرها. هذه المدينة هي من أهم مدن العراق، مدينة لها هويتها، لها طابعها، لها إرثها التاريخي، لها امتداد حضاري عريق منذ الحضارة الآشورية مرورا بحضارة الدولة العربية الإسلامية مرورا بالفترات اللاحقة. كل هذا يؤدي يعني يؤكد قيمة هذه المدينة وأهميتها. ومن هنا عملية التدمير الهائل الذي حصل في الموصل مسألة مقصودة بالكامل، قضاء على رمزية هذه المدينة في التاريخ. هذه المدينة قاومت بشكل كبير، بل أن هذه المدينة يعني إذا يسمح الوقت نشير حتى إلى أنه في التوراة المحرفة طبعا هناك إشارة إلى تدمير هذه المدينة، لأن هذه المدينة التي حكمها الآشوريين في التاريخ القديم ساهمت بعملية الأسر البابلي.
عفوا الأسر اليهودي هناك البابلي. وأنا أفضل أن يستخدم مصطلح الأسر وليس السبي، لأن السبي يشير إلى مظلومية، في حين الأسر عملية حصلت في حرب. هناك حرب حصلت بين الدولة الآشورية والممالك اليهودية، وهناك طبعا بين الدولة البابلية بعهد نبوخذنصر أيضا والممالك اليهودية، وتم أسر هؤلاء. عملي هناك إشارات واضحة صريحة العبارة للانتقام من هذه المدينة وتدميرها. فهنا معنى النصر الذي يتحدث عنه حيدر العبادي. هذه المدينة بتاريخها بأهلها بحاضرها تمثل رمزية، وهذه الرمزية تم تدميرها، وهنا يتم النصر. أو يعني حصل النصر بمفهوم حيدر العبادي ومن يقف وراء حيدر العبادي. مشاهدينا الكرام، حوار سياسي مستمر معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أبدأ معك أستاذ ناجي. أستاذ ناجي، يعني ما هو النصر الذي تلفه رائحة الموت والدمار؟ طبعا أشرنا قبل قليل أنه من الوهم حقيقة الحديث عن النصر ولدينا كل هذا العدد من الخسائر البشرية والمادية والعدد الكبير من الجرحى. وكما أشار ضيفكم طبعا من الصعب جدا حتى القول أن هنالك نصر على الإرهاب. الإرهاب موضوع عريض ومسألة شائكة جدا، وحتى إذا حصرنا الإرهاب بداعش فإن داعش للأسف الشديد لم ينتهي في الموصل، لا زالت لحد الآن هنالك جيوب كما يبدو. وأيضا هنالك كما أشار الضيف الكريم أن هنالك يبدو مجموعات أخرى في مدن أخرى، بما فيها ربما مدن تابعة على الموصل مثل قضاة اللعفر حسب ما نسمع. لذلك هذا الكلام لا نعرف ما الذي كان يعنيه العبادي. لابد أن هنالك كان هدف معين، وكانت هنالك رسالة معينة من القول أننا انتصرنا في الموصل. نعم، قسم أكيد منها وجانب كبير منها نحن شخصناه منذ البداية ووثقناه كان يتعلق بالجانب الطائفي. من خلال الإشارات الكثيرة التي وردت، حتى الجنود عندما كانوا يدخلون إلى الموصل أو إلى المناطق المجاورة كنا نرى أن الرايات المرفوعة هي رايات طائفية. الكلام الذي يستخدم دائما من الجنود عدا ما نسمعه من الميليشيات من الجنود ومن القوات الأمنية المتمثلة بالشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب، كل هذا الكلام الذي كنا نسمعه كان كلام نشم منه بوضوح رائحة طائفية كريهة. وهنالك أمر آخر حقيقة يقلل من هذا النصر تماما، يعني هو أن القوات المهاجمة كثير من الوحدات وكثير من الميليشيات أيضا كانوا ينظرون إلى كل الموجودين في الموصل على أنهم داعش، عناصر من داعش أو متعاطفين من داعش، في حين أن الحكومة العراقية نفسها طلبت من أبناء الموصل البقاء في منازلهم في البداية. وعندما حاولوا بالهرب استهدفهم قناصو داعش واستهدفتهم الميليشيات والقصف الجوي، وبالتالي حدث خسائر بشرية هائلة تلغي أي معنى لهذا النصر المزعوم. أستاذ مصطفى، أشرتم إلى أن الغاية من وراء هذه الحرب هو تدمير المدينة. من الذي تكون له الفائدة الأكبر في تدمير مدينة الموصل؟ ولماذا الموصل؟ أشرت لماذا الموصل بس، لكن من تفيد؟ ماذا ستكون تبعات هذا التدمير
على من ستعود الفائدة؟ هذه العمليات العسكرية ابتداء من احتلال داعش لهذه المدينة، نعم، ثم عمليات طرده منها تهدف إلى شيء أكبر من مجرد إخراج تنظيم إرهابي من مدينة يتحصن فيها منذ ثلاث سنوات. هذه العمليات الحالية يجري فيها رسم خرائط جديدة، يجري فيها عملية تغيير ديموغرافي كبير، هناك حديث كبير وهناك خطوات عملية تتخذ في موضوع مد إقليم كردستان إلى مناطق سهل نينوى إلى مناطق سنجار. هناك الآن سيطرة كاملة من القوات الكردية على منطقة سنجار، هناك سيطرة كاملة من القوات الكردية البيشمرغ الكردية على منطقة سهل نينوى بغالبيته المسيحية. هناك عملية رسم جديد للخرائط في هذه المنطقة. قلنا تحدثنا أن هناك رمزية لهذه المدينة، نعم، وبالتالي عملية تجزئة هذه المحافظة مسألة مهمة جدا. هناك الآن حديث عن جعلها ثلاثة محافظات في بدل محافظة واحدة، محاولة لتفكيكها وتوزيعها طائفيا وعرقيا. هذا كله يجري بسبب الانتقام من هذه المدينة. إيران لها ثأر أيضا مع هذه المدينة ومع أهلها. هذه المدينة يعني أذلت العدو الإيراني في الحرب العراقية الإيرانية، كان منها خيرة قادة الجيش وجنوده الجيش العراقي الأصيل، وبالتالي هناك أيضا رغبة إيرانية في تدمير هذه المدينة، هناك رغبة أمريكية في تدمير هذه المدينة. هذه المدينة واحدة من أهم المدن المقاومة التي يعني ضربت الاحتلال الأمريكي في الصميم وأدت إلى مقاتل حقيقية فيه، وبالتالي هناك رغبة أمريكية في يعني اجتمع تدمير الجميع على تدمير هذه المدينة. نعم، وكما قلنا هناك رغبة طائفية في هذه المدينة أيضا. التغيير الديموغرافي يعني لأسباب طائفية ولأسباب عرقية واضح الآن، يجري الحديث بشكل كامل عنه، والأمر لم يعد خافيا بالحقيقة. نعم أستاذ ناجي، يعني اليوم في العراق هناك مآسٍ كثيرة، النازحون على رأس هذه القائمة وعلى رأس قائمة المآسي في العراق، لكن إعلان هذا النصر الزائف من قبل حيدر العبادي كيف سيفيد أهالي مدينة الموصل؟ لا طبعا الإعلان هذا لن يفيدهم بشيء. الذي يفيد أهل الموصل هو إعادة مدينتهم، فهذا سيستطيع العبادي تحقيقه. الذي يفيد أهل الموصل هو إعادة أهلهم وذويهم الذين تم قتلهم. الذي يفيد انتشال أولئك الذين لا زالوا تحت الأنقاض، هنالك عشرات الآلاف من المدنيين لا زالوا تحت الأنقاض، وبالتالي يعني هذا الإعلان الزائف لن يفيد أهل الموصل بشيء حقيقة يعني. وللأسف الشديد يعني هنالك بإضافة إلى المعاناة الكبيرة التي مر بها أهل الموصل، معاناة مزدوجة، أولا تحت حكم داعش الإرهابي وممارساته المدانة والإجرامية، ثم ما تعرضوا له من قوات التحالف، القصف العشوائي الهائل للمدينة وما قامت به الوحدات العسكرية الأخرى. وللأسف كل هذه المعاناة يبدو أنها ستستمر لوقت طويل، فلن يعني يمكن الآن الحديث عن تخفيف من المعاناة، لأنه لن يستطيع الكثير منهم العودة إلى بيوتهم، فقد دمرت. وحتى العودة إلى المدينة بحد ذاتها أصبحت صعبة جدا بسبب تدمير البنية التحتية، تدمير المستشفيات، تدمير المؤسسات التعليمية، وإضافة إلى تدمير الأسواق وغير ذلك. فهذا طبعا له مخاطر كثيرة، وهنالك تدمير محطات المياه، كيف يمكن أن يعود كل هذا العدد من السكان. هنالك أيضا أثر كبير يجب أن نشير إليه، هو الأثر البيئي.
فالأسلحة التي استخدمت في الحرب على الموصل كانت أسلحة هائلة جدا وأنواع كبيرة من الأسلحة بما فيها الفسفور، وهذا سيكون له تأثيرات كبيرة بيئية وبالتالي مخاطر على الصحة العامة للمدنيين لأهالي الموصل لسكان المدينة بشكل عام قد نراه للأسف في المستقبل القريب. نعم أستاذ ناجي، أنت أشرت إلى الكم الهائل من الأسلحة وهذا ما علمناه في استخدام التحالف الدولي إلى الفسفور الأبيض، لكن ما لم نعلم بالتأكيد سيكون أكبر بكبير من هذا العدد الهائل الذي عرفناه. أستاذ مصطفى، هناك تحذيرات اليوم من حدوث معارك جديدة بعد انتهاء معركة الموصل، أين ستكون هذه المعارك وبين من ومن؟ هناك العديد من المعارك التي ستحدث بعد انتهاء معركة الموصل. هناك أولا معارك عسكرية ضد التنظيم في المدن التي ما يزال يسيطر عليها، كما قلنا في تل عفر، في الحويجة، في مدن غرب العراق، راوة وعانة وغيرها. هناك معارك عسكرية ستحدث ضد البيشمركة. الآن زعماء الميليشيات الحشد الشعبي الطائفي يتحدثون بصريح العبارة عن معارك ستحدث مع قوات البيشمركة، أننا سنطردهم من الأماكن التي استولوا عليها، سنلاحقهم إلى حدود المناطق التي يعني المحافظات الكردية، محافظات شمال العراق المعروفة، أربيل والسليمانية ودهوك، ونمنع تمددهم. هناك معارك ستحدث وهذا خطير جدا في بين الميليشيات أنفسهم. الميليشيات عندما تعود إلى بعد انتهاء المعارك تريد أن تعمل شيء، تشغل نفسها بشيء وتمول نفسها. الآن بعد هذه المعركة ستتحول إلى معارك بينية بين هذه العصابات الإرهابية الطائفية، لأنه يجب أن نشير بشكل واضح إلى ما تفضل يعني به الأستاذ ناجي، وهو أن الإرهاب ليس هو داعش فقط. هذه الميليشيات المسمات حشد شعبي والقوى الحكومية الأمنية والعسكرية هي كلها مع يعني تنظيمات إرهابية بصريح العبارة، وارتكبت عمليات جرائم حرب بكل وضوح وبكل صراحة. فهذه يعود هؤلاء المقاتلين إلى مدنهم وستحصل معارك بينية فيما بينهم. هذه عصابات تعودت على ميزانيات مفتوحة وعلى منظر الدماء واستخدام الأسلحة الهائل. الآن يجري بين العشائر في مدن الفرات الأوسط والجنوب معارك يعني ربما متوسطة، أحيانا محدودة، أحيانا يكبر حجمها. في المستقبل القريب ستزيد هذه المعارك. هناك أيضا معارك سياسية ستحدث كما قلنا بين البيشمركة وبين يعني إقليم كردستان وبين الحكومة المركزية. هناك معارك ربما تحدث إذا قررت السلطة الحد من نفوذ الحشد الشعبي بناء ليس بإرادة منها، لأن هاي الحقيقة الحشد الشعبي هو يعني المقوم الأساسي. كيف سيكون الموقف الأمريكي بهذا الخصوص خصوصا في قضية الحشد الشعبي؟ نعم، هو أنا هذا الذي أريد أن أتحدث عليه. الميليشيات الحشد الشعبي هي المقوم الأساسي والعمود الفقري للحكومة وللبرلمان ولكل أجهزة الدولة الإدارية والرسمية والأمنية والعسكرية، لكن الموقف الأمريكي قد يضغط باتجاه تقليص هذه الميليشيات وأعدادها، وبالتالي ستحدث أيضا معارك أو خلافات سياسية كبيرة هائلة بين الفرقاء. نعم. وبالتالي أيضا سيجري العبث بالسلاح في هذه المعارك السياسية. هي ليست معارك سياسية تجري تحت قبة البرلمان أو في الإعلام فقط، وإنما سيجري استخدام السلاح، لأن كل طرف يريد أن يسيطر ويمد نفوذه ويبقي سطوته. نعم أستاذ ناجي، يعني نريد أن نعرف طبيعة الكارثة الكبرى التي تحدق بأهالي مدينة الموصل. نعم، هذا ما تحدثنا عنه. الكارثة الكبيرة تتمثل في هذا التدمير الهائل، في تدمير البنى التحتية، في تدمير المستشفيات والمؤسسات الصحية وكل القضايا التي هي ممكن أن تديم الحياة. الكارثة الأكبر من ذلك هو الخسائر البشرية الهائلة. يعني هنالك أرقام تتحدث عن أكثر من 30,000 قتيل في الموصل، في حين أن هنالك تقديرات بأن هذه الأرقام سترتفع في ظل وجود عدد كبير مفقودين هم الآن،
وهنالك أعداد كبيرة كما أشرنا لا زالوا تحت البنايات. كذلك هنالك مسألة التسارع في محاولة استغلال ما سمي نصرا من كل الأطراف، أشار ضيفكم الكريم إلى جوانب مهمة من ذلك، ونحن شخصنا في اتصالاتنا في الموصل، نحن على اتصال دائم بالمناسبة، لدينا هنالك بعض المندوبين الذين يزودون بكل المعلومات المطلوبة، وآخر اتصال كان هذا اليوم. يعني هنالك تسارع لكسب ما يسمى بنتائج النصر من بعض الأحزاب السياسية. ماذا عن حق العودة وهو أهم حق لأهالي مدينة الموصل؟ طبعا هذا أهم شيء، عندما يفترض عندما يكون هنالك نصر أو انتهاء للمعارك يجب أن تتخذ السلطات كل الإجراءات اللازمة لضمان عودة النازحين إلى ديارهم، وهذا حقيقة لا نعرف كيف سيتم. نحن أشرنا إلى أن هنالك صعوبات كبيرة في أولا منازل المواطنين أغلبها دمرت، هنالك نقص كبير في الخدمات، لذلك دعونا في رسائل وفي بيانات إلى جهد دولي كبير ومنظم للبدء فورا بإعادة الإعمار. يجب أن يشعر المواطنون في الموصل أن هنالك فعل جاد وواضح جدا في إعادة الإعمار، في إعادة ما يمكن إعماره طبعا، وتمكينهم من العودة إلى منازلهم. وبالتأكيد كلهم يجب أن تدفع لهم تعويضات عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بهم. أستاذ مصطفى، يعني عفوا، لديك تعقيب؟ عندي تعقيب الحقيقة في موضوع عودة النازحين. يعني نحن منذ 3 سنوات هناك معارك، أو منذ 2 سنين في تكريت، في بيجي، في الدور، في جرف الصخر، في ديالة، في الفلوجة، في الرمادي، في مدن أخرى ربما، لم نشهد عودة كاملة للنازحين، لم تعمر هذه المدن، هناك تعمير محدود جدا، هناك عودة محدودة للنازحين وبشروط تعجيزية ومشروطة جدا. هناك مثلا جرف الصخر ما يزال مواطنوها يعانون من عدم العودة إلى حد الآن. خرج أحد أعمدة النظام الطائفي في بغداد وهو إياد علاوي ليتحدث، أنا أقصد نظام المحاصصة الطائفية في بغداد، ليتحدث أن طلب أهل جرف الصخر منه أن يتحدث مع زعماء الميليشيات، وجرى الحديث مع أبو مهدي المهندس وهادي العامري كما تحدث هو علنا في هذا، ولعودة نازحي مدينة جرف الصخر. عندما تحدث مع أحدهم قال الحديث مع إيران وليس معنا، ذهب هذا الشخص إما هادي العامري أو أبو مهدي المهندس الإرهابي الدولي المعروف الذي عليه أمر إلقاء قبض دولي نتيجة جرائم ارتكبها خارج العراق، ذهبوا إلى إيران وتحدثوا، فقيل لهم أن الموضوع يتعلق بحزب الله، فما علاقة حزب الله بعودة هؤلاء؟ هكذا قال يعني إياد علاوي المسمى نائب رئيس الجمهورية في العراق، دون خجل ودون حياء يعني، ويتحدثون في نفس الوقت عن سيادة وعن، فبالتالي عملية عودة النازحين هو لم تحدث عودة النازحين في المدن التي جرى 2 سنوات وبدمار أقل من هذا، فكيف ستحدث في الموصل؟ مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ ناجي، أنت أشرت إلى قضية اعتبار قادة الحشد الشعبي إلى جميع من بقوا ومن كانوا في مدينة الموصل على أنهم تابعون لتنظيم الدولة، وبالأمس خرج فيديو لأحد قادة ميليشيات الحشد الشعبي وهو يقول نحن نعرف أن من يقول لنا أن أبي قد قتل أو أن أبي قد خرج من المدينة هو كاذب، وأن كل من بقي في المدينة هم يتبعون للتنظيم وإلى هذا التنظيم الإرهابي كما وصفه. لكن السؤال هنا،
هل هذا يعني أن ميليشيات الحشد الشعبي أصدرت حكم الإعدام بحق أهالي مدينة الموصل وقبلها حكومة حيدر العبادي أصدرت هذا الحكم بطلبها من الأهالي البقاء في بيوتهم بالمدينة؟ للأسف نعم، هذا ما تحقق. فأولا الحكومة ألقت مئات الآلاف من الإعلانات التي تطلب من المدنيين من السكان البقاء في مناطقهم، ثم جاءت الميليشيات التي كما قلنا تسترت. هنالك في البداية إعلانات قالت أن الميليشيات سوف لن تشترك في المعارك، أكثر من مرة أعلنت الحكومة ذلك، بل أن رئيس الوزراء نفسه أعطى تعهدات لجهات دولية بعدم إشراك الميليشيات. فما الذي جرى؟ لبست الميليشيات ملابس الشرطة الاتحادية وتم إدخال فصائل كبيرة من الميليشيات من فيلق بدر ومن ما يسمى عصائب أهل الحق وميليشيات وحزب الله، كل هؤلاء تم إدخالهم في المعارك. وهؤلاء ليس في الموصل فقط، في المناطق الأخرى نحن شخصنا ذلك وقدمنا تقارير موثقة إلى الأمم المتحدة، سواء في ديالة أو في الفلوجة أو في الدور أو في تكريت، اعتبروا أن كل الناس في هذه المدن هم دواعش. يعني هذا أصبح أمر يعني مفروغ منه في نظرة هذه الميليشيات. وبالتالي هذا ما حصل في الموصل، يطلب منهم العبادي البقاء وتأتي الميليشيات لتعدم من تعدم منهم، وبالتالي اعتبروا كل من قتل هو من داعش. يوم أمس أعتقد هنالك تصريح لعضو البرلمان حاكم الزاملي المسؤول عن اللجنة الأمنية، قال أن هنالك أكثر من 28 ألف عنصر من داعش قد تم قتله في المعارك في العراق في الآونة الأخيرة. فهذا الرقم مقارنة بأكثر التقديرات أن عناصر داعش لا تزيد عن 10,000، بل حددها الأمريكان ب7,000، يعني أن كل الباقين هم من المدنيين في هذه المناطق التي استهدفتها الميليشيات. نعم أستاذ مصطفى، هناك اتهامات إلى قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت بأنه ارتكب أخطاء عسكرية كبيرة في معركة الموصل. السؤال الذي يلح علي اليوم هو ما علاقة الشرطة بالجيش، وما علاقة الشرطة بالحروب، وما علاقة الشرطة بالخطط العسكرية اللي تكون هي فعالة في المعارك؟ هل لك أن تطلعنا على ذلك؟ أولا الشرطة الاتحادية هي ميليشيات بدر الإرهابية التي قاتلت العراقيين لعدة سنوات في الحرب العراقية الإيرانية، ومعروفة صورها ومشهودة مواقفها حتى ضد الأسرى العراقيين في سجون النظام الولي الفقيه، وبالتالي لهم تاريخ عريق في الإجرام والإرهاب وخيانة الوطن. هذا من جهة. وطبعا كما تفضلت أن الشرطة لها علاقة بحفظ الأمن والنظام وتنفيذ القانون وإنفاذه، وليس بعمليات عسكرية. والكل يتذكر، كثير من السادة المشاهدين الكرام يتذكرون الفيلم الذي خرج فيه رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية وهو يقول لعدد من المصابين من ميليشياته أننا كما انتقمنا في بيجي وفي تكريت وفي الفلوجة سننتقم من هذه المدينة، وأنا أمرت بإطلاق الصواريخ والمدفعية على هذه المدينة. أولا هو لا توجد شرطة في العالم لديها صواريخ ومدفعية، وهذا واضح من هذه العبارة. هذا اعتراف أولا بالجرم، اثنين اعتراف بنوعية هذه الميليشيات أو هذه القوات التي يقودها، وإنها عمليات، هذه ميليشيات تنفذ عمليات عسكرية وليس عمليات الحفاظ على الأمن والنظام والقانون. وبالتالي هذا الاعتراف يؤكد ما جرى. هو يقول بصريح العبارة أنني سأنتقم لكم 1%، وأنني سأبيد هذه المدينة الموصل بالصواريخ والمدفعية كما أبدت مدن الفلوجة والرمادي وتكريت وبيجي وجرف الصخر. هذا اعتراف واضح صريح من قبله، ويعني هذا معروف. أيضا حتى الجيش،
يعني الجيش والشرطة، تحدثنا عن الشرطة الاتحادية، الجيش تأسس الحالي هو يسمى جيش العراق، لكن تأسس بأمر بريمر حاكم الاحتلال الأمريكي الذي أسسه من 9 ميليشيات وقوات البيشمركة الكردية التابعة لحزبي مسعود برزاني وجلال الطالباني. نعم. وبالتالي هو حاصل جمع ميليشيات، يعني عملية ارتداء الملابس العسكرية من قبل شخص لا يعني شيئا، هو في الحقيقة شخص ميليشياوي يرتبط أساسا بميليشياته وليس بوزارة الدفاع أو برئاسة أركان الجيش، وهو أصلا كما قلنا ينفذ أجندة تم الاتفاق عليها. ما معنى أن يتواجد قاسم سليماني في المناطق في قواطع العمليات العسكرية إذا كان مستشارا؟ المستشار لا يتواجد في قاطع العمليات في غرفة العمليات، وإنما يتواجد في غرف العمليات. نعم. هو عملية تواجده في هذه هو استعراض للقوة من جهة، ومن جهة ليقول أننا كإيران كنظام إيراني وكقوات الحرس الثوري التي يصفها العالم أنها إرهابية. نعم. متواجدون في هذه المعركة. الغريب واللافت للنظر أن العالم، هذا التحالف تقوده الولايات المتحدة التي تصنف قاسم سليماني وقوات الحرس الثوري القدس، فيلق القدس في الحرس الثوري الذي يقوده قاسم سليماني، تصنفها إرهابية، وفي نفس الوقت تعمل على دعمهم من الجو وعلى الأرض استخباريا وعسكريا ومدفعيا وبكل الصنوف. بذكر هذه النقطة العسكرية بالذات أستاذ ناجي، وهو طريقة الدعم الأمريكي لما تصفه بإرهابي في مكان آخر وتدعمه في العراق، الأمم المتحدة تصدر بين فينة وأخرى بيانات تبدي قلقها مما سيحصل في الموصل، تحذر مما سيحصل في الموصل، تطلب من حكومة العبادي أن يفتح تحقيقا في بعض الانتهاكات التي حصلت في مدينة الموصل أو الجانب الأيمن من مدينة الموصل أو في الجانب الأيسر، ولا يتجاوز ذلك الأمر عن طلب أو قلق أو استنكار. لكن إذا كانت الأمم المتحدة تعلم الكمية الكبيرة من الانتهاكات التي تحصل بحق الأهالي وبجرائم الحرب التي تحصل بحق أهالي مدينة الموصل، لماذا إلى اليوم لم نجد أي ردة فعل حقيقية من شأنها خدمة أهالي الموصل؟ المشكلة الحقيقية في هذا، وأعتقد أشرنا إليها مرات عديدة بما فيها ربما على قناتكم، أن الذي يتخذ القرارات في الأمم المتحدة هو ليس جهاز الأمم المتحدة، وإنما الدول الأعضاء المكونة لهذا الجهاز. وعلينا أن نعرف موقع أمريكا في هذا الجهاز، فهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ولا ننسى أن هنالك بريطانيا أيضا موجودة كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي. وبالتالي فأن عملية دور الأمم المتحدة في العراق هو محكوم بموقف الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ومن هنا فأن ما نسمعه من الأمم المتحدة، نعم هو مجرد البيانات ومجرد التحذير، جزء من الواجب الأخلاقي المفروض على الأمم المتحدة. نعم. يعني أشرتم إلى البيان الذي صدر يوم أمس أعتقد، وهو بيان المفوض السامي، تحدث به عن عناصر كثيرة، يعني تحدث قال أن هنالك جزء كبير من التدمير كان بسبب الهجمات لقوات التحالف والقوات العراقية، تحدث عن الانتهاكات، طالب بالتحقيق. هذا حقيقة كل ما يستطيع القيام به، ولا يستطيع أن يتخذ قرار ويرسل مثلا لجنة تحقيق دولية. يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثلا عندما يتعلق الأمر بالجانب الحقوقي، هي التي تقرر إرسال هذه اللجنة. ثم هنالك ما يتطلب من قرارات أهم يجب أن يصدرها مجلس الأمن الدولي، مثلا العراق يجب أن تشكل محكمة دولية لمحاكمة كل من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وكل من ارتكب جرائم، سواء عناصر داعش، عناصر الميليشيات، عناصر الحرس الثوري وهكذا يعني. لكن هذا لا يتم في الوقت الحاضر طبعا بسبب الهيمنة الأمريكية على مجلس الأمن الدولي. المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الأستاذ ناجي حرج، كنت معنا في حوار سياسي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. في سؤال أخير وبدقيقة واحدة، الوقت أدركنا
كيف تعلق على شكر ميليشيا عصاب ميليشيا العصاب التي يقودها ويتزعمها قيس خزعلي لإيران بقائلة أن دورها الكبير في دعم الميليشيات في هذه المعركة كان مفيدا جدا لنا؟ أمر طبيعي ومتوقع أن يعني يخرج هذا الإجراء هذا المجرم الإرهابي ليشكر سيده قاسم سليماني وسيده الولي الفقيه خامنئي على جهودهم في تدمير هذه المدينة العريقة، قتل أهلها، تهجيرهم، تهجير أكثر من 1,000,000 مواطن من هذه المدينة، تدمير كل المعالم الحضارية والتاريخية فيها سواء على يد داعش أو على يد القوات الحكومية والميليشياوية وقوات التحالف الدولي. وبالتالي فهذا أمر طبيعي أن يعني يشكر هذا المجرم أسياده في قم وطهران. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا في حوار سياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. في الختام مشاهدينا، اليوم ثلث العراق تهدم، ثلث العراق انتهى، ثلث العراق منكوب، وأكثر من 3 ملايين نازح خارج مناطقهم نتيجة حكومة اعتمدت مبدأ التهميش والإقصاء في ظل نهج الطائفية الممنهجة تحت مظلة الديمقراطية الأمريكية نهجا لها، وحاولت أن تطمس هوية العراق والعراقيين في عدم دفاعها عن أبناء هذا البلد، بل كانت هي الجلاد الذي يقتص من أبناء خدمة للأجندة الإيرانية الأمريكية. واليوم الموصل أجدد شاهد على ذلك، فعدم الحفاظ على مأذنتها الحدباء وهي تاريخ العراق ولم تكن يوما حكرا على الموصل، خير دليل على أن هذه الحكومة لا تأبه إلى العراق وخيراته. اليوم الموصل منكوبة وأهالي الموصل منكوبون، ولا نعلم العدد الحقيقي لقتل العمليات العسكرية، ولا نعلم العدد الحقيقي لمعتقلي القوات الحكومية والميليشيات نتيجة تعتيم إعلامي كبير تمارسه هذه الحكومة. كان الله في عون نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة وشمال بابل وحزام بغداد، وأعان أهالي تلك المناطق. نلتقيكم على خير في الأربعاء المقبل في حلقة جديدة. تقبلوا مني أنا أفل الصقر ومن كادر البرنامج من خلف الكاميرا أطيب التحايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.